السلام عليكم. أعرفكم بنفسي، أنا دكتورة شيرين سامي، أريا مانجر لمعامل المختبر على مستوى محافظة المنيا، وأستاذ مساعد بايوكيمستري كلية الطب جامعة المنيا. أنا عارفة طبعا إن أنتوا خلاص كده جبنا الآخر يعني، فإن شاء الله مش هطول عليكم. أنا بس عايزة أعرف إحنا عارفين إيه عن معمل المختبر بس كده؟ تمام. طيب كلمتين بساط كده عن المعمل. معامل المختبر هي أكبر معامل في الشرق الأوسط، وإن إحنا أول فرع فعلا أنشئ في فرع الدقي كان على يد دكتورة مؤمنة كامل، بعد في مكان واحد فتوسعنا في الجمهورية كلها، وصل عدد الفروع بتاعتنا ل 214 فرع، وصلنا للمحافظات وللمراكز. طيب إحنا عملنا الميجا لاب. إيه هو الميجا لاب؟ الميجا لاب ده أكبر معمل في الشرق الأوسط برضو، ده موجود في الدقي عندنا، وده بيعتبر مبني على مساحة 4200 متر مربع، يحتوي على 6 أدوار، بنشتغل على كل أنواع الوحدات، بنعمل حوالي 1400 اختبار. عندنا وحدات الإيميونولوجي، الهيماتولوجي، الإندوكرينولوجي، عندنا الفلوسايتومتري، عندنا الباثولوجي، عندنا الموليكولار بيولوجي، فكل أنواع التحليل عندنا موجودة. طيب لو احب ان انتوا تبقوا واثقين وانتوا بتبعتوا البيشنت لمعمل المختبر، وان يكون هو البريفيربل ليب، اولا احنا بقى لنا اكتر من 40 سنه في مجال التحاليل. تاني حاجه عندنا الدقه. الدقه دي عندنا من خلال حاجتين، بري اناليتيكال واناليتيكال. بري اناليتيكال ان انا بستخدم انابيب الفاكوتينر، لو انتوا عارفين حضرتك انابيب الفاكوتينر اللي هي الفاكيوم تيوب. الفاكيوم تيوب دي ايه؟ ليه احنا بنستخدم الفاكيوم تيوب؟ وكنا اول معمل استخدم الفاكتينر تيوب. ده كلوزد سيستم، فبنمنع الكونتامينيشن، مفيش هيموليسيس، مفيش كواجيوليشن، بناخد لارج اماونت من البلاد بشكه واحده. من الحاجه الثانيه ان في انترناشونال كلرز، يعني عارفين الانبوبه الموف دي مثلا بتاعه السي بي سي، الانبوبه البلو دي بتاعه البي تي، فدي بتبقى انترناشونال. طيب الحاجة بقى اللي تميز معمل المختبر التانية، ان احنا واخدين شهادة الجودة الايزو 9002 سنة 98، وجددنا الشهادة عام 2017 و2018. كنا اول معمل خد شهادة الكاب على الشرق الاوسط. احنا انضمينا للكاب سيرفي من 2007 و2008 و2009 واعتمدنا 2010. ايه معنى كلمة الكاب؟ الكاب دي منظمة موجودة في امريكا بتضم اكتر من 16000 معمل وطبيب. الهدف منها انها بتبعت تحاليل او عينات بتكون مش معروفه النتيجه بالنسبه لنا، وبتتحلل عندنا، وبنبعت النتائج دي فبيقارنها بالنتائج العالميه، فاحنا بما ان احنا حصلنا عليها فمعناها ان احنا النتائج بتاعتنا صحيحه، وبالتالي نتيجتك معترف بها باي مكان في العالم لو خدتها من معمل المختبر في مصر. حاجه ثانيه، مش بتحتاج لاعاده التحاليل وانت حاصل كده بيها على شهاده الكاب. ايه هي الستيجز بتاعت الكاب اكريديتيشن؟ عملنا كاب ريجستريشن زي ما قلنا لحضراتكم في 2007، عملنا الكاب سيرفي من 2007 ل 2009، نزل علينا الكاب اوديت، بعدين خدنا الكاب اكريديتيشن في 2010، وبنعمل ري اكتيفيشن كل سنتين، اخر سنه خدنا فيها الكاب كانت 2021. طيب علشان الوقت، عندي حاجه اسمها الثايرويد بيروكسيديز تيست. الثايرويد بيروكسيديز تيست احنا عارفين ان هو انزيم بتطلعه الثايرويد جلاند علشان تفرز التي 3 والتي 4. طيب احنا في اللي بيحصل له ستيميوليشن عن طريق التي اس اتش، عن طريق انه بيحصل الاب ريجوليشن للجين اكسبريشن بتاعه، وبيحصل له انهبيشن بالثايرامايد دراجز. الكلينيكال سيجنفيكانس ان انا اعمل الثايرويد بيروكسيديز، ان في اوتو انتي بودي بتتكون اجينست الانزيم دوت في حالات الاوتو اميون ثايرويدايتس او في حالات الهاشيموتو. فاحنا بنقيس عندنا في المختبر التحليل دوت، لو لقينا التتر بتاع الانتي بودي ده عالي معناها انديكيشن ان في هاشيموتو او اوتو اميون ثايرويدايتس. طيب الحاجه الثانيه او سب كلينيكال، ايوه بالظبط، ولسه هقول زي ما قالت الدكتوره بسمه على السب كلينيكال. الحاجه الثانيه اللي قالتها دكتوره رشا في المحاضره اللي قبل دكتوره بسمه، الانسولين لايك جروث فاكتور بايندنج بروتين 3 ده ترانسبورتر بروتين بيتصنع في الليفر. تمام، هو مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الترانسبورت وكنترول البايو افيلابيلتي والهاف لايف بتاع الانسولين لايك جروث فاكتور 1، اللي هو مسؤول عن الميديشن بتاع الانابوليك والجروس افكت بتاع الجروس هرمون، وبالتالي الاثنين دول بيحصل لهم ريجوليشن بالجروس هرمون. طيب ايه الانسولين لايك جروس فاكتور 1 دوت بيحصل لهم؟ ان انا لما باجي اقيس الاثنين دول، الانسولين بايندنج بروتين ما بيتعرضش للفلكتويشن او الديلي ريزم، فبالتالي الميجرمنت بتاعه بيبقى ستيبل، وبيبقى يديني انديكيشن على الجروس هرمون برودكشن والتشو افكت. طيب لو لقيت عندي لو انسولين جروس فاكتور باين بروتين 3 ولو انسولين جروس فاكتور ليفل
ده معناها عندي حاجتين، يا اما جروس هرمون ديفيشنسي او عندي جروس هرمون ريزيستنس. ولو عندي شورت ستيتشر معناها ان انا عندي كده في التشايلد هود، يعني معناها ان انا بلاقي في حالات شورت ستيتشر او عندي اذر بيتيوتري ابنورماليتي. طب لو لقيت ان في اليفيتد ليفل من الاثنين دول، معناها ان انا عندي يا اما اوفر برودكشن من الجروس هرمون زي لو في بيتيوتري ادينوما، او انا في اكسسيف ريكومبيننت جروس هرمون ثيرابي. اخر حاجه مش هكمل، انا مش مكمله حاجه على فكره. امتى بحتاج اعمل التست دوت؟ لما اكون عايز اعمل دايجنوزس للجروس ديس اوردر، عايز اعمل دايجنوز للادلت جروس هرمون ديفيشنسي، او عايز اعمل مينتورنج للناس اللي بتاخد ريكومبيننت جروس هرمون ثيرابي. طيب احنا كل التحاليل بتاعتنا فولي اوتوميتد، وكل الاجهزه اللي بنستخدمها عندنا يا اما سيسمكس يا اما روش يا اما سيمنز. الوايد رينج بتاعي اللي هو النورمال رينج من 1 من 10 ل 16 مايكرو امبير ملي، بس مش هقول لكم اكتر من كده.